توقف إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. توقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعين به ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الخطبة العشرون في حديثنا عن مسالك الشيطان إلى قلب ابن آدم، وقلنا أن للشيطان مسالك يسلك بها إلى قلب الإنسان. كان المسلك الأول منها الحسد، والمسلك الثاني الحرص. وعند حديثنا عن الحرص قلنا أن هذا الحرص على أنواع، حرص نافع على أقسام، قسمين: حرص نافع وقسم فاجع. والقسم الفاجع مقسم إلى أقسام: أولاها الحرص على المال، ثم الحرص على البقاء، ثم الحرص على المعصية، ثم الحرص على الولد، ثم الحرص على الجاه والسلطان. نحن في القسم الأول منه وهو الحرص على المال. تحدثنا عن المال، عرفناه وعرفنا أنواعه وأضراره، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى التتمة في هذا الأمر، إلى أن الأصل أن يحرص الإنسان على المال النافع وعلى المال الحلال. لكن الشيطان يخلط للإنسان الأوراق بعضها ببعض فيجعل له الحرام حلالا، فيصير هذا المال من وجهة نظره مال حلال وهو في الأصل حرام. وقد ذكرنا في الخطبة التي مضت في حديثنا عن الحرص على المال صور من المال الحرام تحدثنا عنها وشرحناها لحضراتكم ووضحناها وبيناها. واليوم أقص على حضراتكم كيفية الحرص على المال الحرام، كيف يحرص الإنسان على المال الحرام، ثم ما هي خطورة هذا الأمر. عندما نتأمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر أمته من الحرص على المال الذي يؤدي إلى الضرر في الدين. يعني المال العادي الحلال ممكن يؤدي بك أن يضر بدينك، فإذا أضر بدينك يحدث عندك نوع من الاعتلال أي من المرض، فيصبح لديك القبول لأخذ المال أيا كان حلالا أو حراما دون تحري للدقة في هذا الأمر. فجاء في الحديث أن النبي بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه يأتيه إلى البحرين، يأتيه بجزيتها. فلما رجع أبو عبيدة رجع متأخرا، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الصبح كثر الناس حوله، فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال:
أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة بن الجراح بمال وفير من البحرين؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم. أنا مش خايف من أن أنتوا تبقوا فقراء، لا، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. شوف بداية التعزير، لسه النبي ما قال لهمش الشيطان هيدخل منين، هو بيقول لهم الأول خلي بالكم ممكن الدنيا تبسط عليكم وعندكم أموال كويسة وتفتح لكم مشاريع كويسة وتنمية كويسة وعندك فلوس جامدة، فأنا مش خايف عليكم من الفلوس الجامدة دي، إنما خايف عليكم من حاجة. فسر الكلام ده بقى مين؟ ابن تيمية رحمه الله له تفسير عجيب في المسألة دي. لما جه عرف الزهد فبيقول لهم إيه؟ ليس الزهد قلة مال، الزهد مش قلة فلوس ولا مال ولا عقارات ولا عمارات، لا لا لا، ليس الزهد أن تملك مالا، وإنما الزهد ألا يملكك مال. تاني وبالراحة، مش الزهد إنك أنت ما تملكش مال، ألا تملك مال، لا، املك يا أخوي، املك مال زي ما انت عايز، خد ملايين زي ما انت عايز من حلال طبعا، ونمي اموالك زي ما انت عايز، انما الاشكالية ان يملكك المال فيجعلك عبدا له، تغضب لغضبه وتفرح لفرحه. خد بالك، تغضب لغضبه وتفرح لفرحه. المشكلة أن هذا المال يضر بك فيجعلك تتنافس على الدنيا بدلا من أن تتنافس على الآخرة. المشكلة أن هذا المال يدخل إليك البغضاء والحسد، هي دي المشكلة. والكلام ده لما فهمه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويوم ما جابوا له كنوز كسرى ودخلوا عليه في المدينة بهذا المال وبهذه الكنوز، فقال له أحدهم أدخل هذه الكنوز في خزائنك، دخل الكنوز دي في الخزنة عندك. قال لا والله، لا تدخل خزائني ولا تدخل مكانا فيه سقف، اجعلوها في المسجد واحرصوها حتى الصباح. شوف الرسالة، ده اتعلم فهم. قالوا لا لا لا، حطوها في الجامعة وقعدوا حوالينها للصبح. فلما جاء في الصباح ففتحوا له الكنوز فصار يبكي. قالوا ما يبكيك يا عمر، اليوم يوم حزن وبكاء أم هو يوم فرح وسرور؟ ايه اللي مزعلك انت من القصة دي؟ قال ابكي لان هذا المال اذا دب اليكم دب معه البغضاء والحسد. صح ولا غلط؟ اول ما يجي لك الفلوس كل الدنيا تحسدك. اي والله، اي حاجة، اي حاجة تعملها تتحسد، حتى لو جبت قماشة تفصلها بتاع ده لبس بدلة ولا حاجة، وساعات تعجبك قماشة كده شكلها حلو لكنها رخيصة مش غالية، كل الناس تشوفها تفتكر ان هي براند على طول عشان انت معاك فلوس، مع الناس ساعات بتبقى قماشة رخيصة والله، ساعات بيبقى ببلاش، مش ببلاش يعني شحتها، لا ببلاش يعني ما مش يعني قصاد ما انت بتشتري ما تجيبش ربع متر مثلا، يعني انا بضرب مثل
وده بيحصل في الواقع. كل يشوفها يقول لك لا ده تجيبها منين يا عم؟ ده اي كلام تحلف له يقول لك اه طبيب، اصل هو بس بيغزي العين عنه. يا عم ما بغزيش العين، ها مش ممكن. مجرد ما المال يدخل ده اللي يحصل. ده انا بكلمك على المال الحلال لسه. فالنبي بيقول لهم ايه؟ والله ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. ولذلك الهلاك الذي يقع لكثير من الناس ليس هذا الهلاك وراءه إلا الحقد، إلا البغضاء، إلا الحسد، إلا المال. أمال إيه؟ إذا نظرتم إلى الأماكن الفقيرة هل تجدون فيها حسدا أو بغضاء أو قتال أو اقتتال؟ مفيش. إنما أماكن الأغنياء الموضوع مختلف، موضوع مختلف. ثم علمهم النبي صلى الله عليه وسلم علامة، علامة على أن صاحب هذا المال ماله من حلال. ركزوا في العلامة دي أول. المال الحلال قال اعمل زي ما انت عايز، يعني جمع فلوس زي ما انت عايز، محدش منعك، املك زي ما انت عايز، بس خليك حر لا يملكك المال. فلا تغضب لغضبه ولا تفرح لفرحه، إذا زاد لا تفرح وإذا نقص لا تغضب، وإذا خسرت لا تحزن، وإذا ربحت لا تفرح. ها عادي، مسألة عادية خالص، أرقام دخلت وأرقام خرجت عادي. لا يشغلك ذلك عن الصلاة، لا يشغلك عن الصيام، لا يشغلك عن البر، لا يشغلك عن الذكر، لا يشغلك عن الطاعة، عادي. إنما إذا تملكك المال هي دي الخطورة، لأن المال إذا تملكك، أدي أول مفلت الشيطان بيدخل منه، إذا تملكك المال أصبحت تجمعه من حل ومن غير حل، تتنازل، تتنازل في جمع المال، تتنازل في المسألة دي. كلام ده كان حرام عديها بقى، اعمل ده إيه؟ علقها في رقبة، ده كلام فاضي، ده علقها في رقبة عالم واخرج منها سالم، اسأل الشيخ قال لك حلال خلاص خليك مع الحلال، وهكذا بقى. وافضل امشي في السكة دي بقى، وافضل دور على الحاجات. يقول لك المسألة دي مش هتاخدها إلا برشوة، يا عم ما فيش مشكلة، سألنا الشيخ قال ينفع مدام يعني هتاخد حقك وبالعافية ومش هتاخده إلا بالطريقة دي، خلاص بقى خدها بقى. وساعات واحد يسألك في فتوى يقعد يزهقك عشان ياخد منك الموافقة، هو فاهم لما بياخد منك الموافقة ويروح ينفذ فيبقى هيجي يوم القيامة فربنا يحاسبني أنا ومش هيحاسبه هو، لا هيحاسبك أنت، وهيحاسبك مرتين، مرة عشان انت قبلت المال ده، ومرة عشان دلست على الشيخ وزهقته. وهتكون فاكر الموضوع بيعدي كده، يعني في ناس تعمل كده ويضايقك. والله حي لغاية لما انت نفسك تخلق، يقول يا عم خلاص روح انت حر بقى. لا ده بيحصل وكتير. ليه بقى؟ لانه ده من الصف الاولاني، جاله مال وبعدين المال ملكه، فلما ملكه بدا بقى ايه يتنازل. ادي اول تنازل حينما ملكه المال، ادي واحد. التانية بقى قال لهم خدوا بالكم من العلامة التانية دي، فبين لهم ان المال لا يغير في معدن الناس، فان غير معدنهم فهو مال مختلط حرام. يعني حط حرام على حلال، ما هو مش من اوله حرام، يعني دخل ده على ده. فقال له بص خد بالك بقى من المنفد ده، بيروح يغير لك في معدنك. فأول حاجة بيعملها الواحد لما بيتغني من حرام، أول حاجة بيعملها، لأن الحرام بيبقى فاحش قوي، أرقام كبيرة قوي، أول حاجة يعملها يتخلص من أهله، من قرايبه، من اللي حوالينه، من اللي عارفين تاريخه، من اللي تربى معاهم، من اللي مش بيقلب، بغير جلده، بغير جلده، بغير جلده، بغير جلده، وهكذا وهكذا. بص بقى الحديث ده وشوف النبي بيعلم الصحابة ايه عشان تتعلم، كأن سيدنا النبي بيعلمك بالظبط. مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل جالس عنده،
واحد عدى كده والنبي قاعد وجنبه واحد، فالنبي بيقول للي جنبه ايه؟ ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس، حد يعني من الأشراف، مش من الأشراف نسب، لا أشراف فلوس يعني، عنده فلوس كتير قوي، هذا والله. الراجل بقى اللي جنب سيدنا النبي بيزود له معلومة، يعني بيزود له معلومة، بيقول له هذا والله حري إن خطب أن ينكح، لو راح يخطب أي بنت أي حد يدوها له، وإن شفع أن يشفع، لو راح يشفع الواحد في أي حاجة يشفعوا له. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا سهل اللي بيقول الحديث بيقول كده، والنبي سكت. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله لجاره بقى نفس الرجل يعني، ما رأيك في هذا؟ قال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين. ها وبزوده بقى المعلومة، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله، أصله فقير فمحدش حي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من هذا. ليه؟ لأن التاني المال غير معدنه، إنما ده هو زي ما هو ثابت، والفقير لما يتغني ويزداد فلوس كتير قوي يفضل برضو على معدنه، يفضل برضو زي ما هو. عبد الرحمن بن عوف كان فقير مش لاقي ياكل، لدرجة ان لما راح النبي اغى بينه وبين واحد من الصحابة من آل الانصار، قال له سأله لا دلني على السوق، راح اشترى شرش جبنة مية جبنة وقعد يتاجر فيها ويتاج، وزادت التجار وزادت التجار وزادت التجار. بعدين هو بقى لما بقى عنده فلوس ملهاش عدد، بلغوا حديث ان النبي قال ان عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة زحفا. خبر ابيض هيزحف، بس خد بالك المعدن ما بيغيرش، ها الفلوس ما بتغيرش المعدن، ها. فراح جاب 100,000 ناقة في عصا سيدنا عثمان بن عفان في المجاعة، وراح مقدمها دخل بقى المدينة، قعدوا التجار بقى يقولوا له 100,000 200,000 300,000 400,000، قال لهم مش عندي أكتر 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 أكتر، عندي 700,000. 700,000 يا عم ده الحكاية ما تجيبش 50,000، قال لهم عندي 70 تركتها كلها لله. فلما أخبرت عائشة بما فعل قالت لكني سمعت النبي يقول أنه يدخل الجنة زحفا برضه، فكر نفسه يعني كده عدى ولا حاجة بال 100,000 ناقة دي، لا. فجاء إليها قال سمعتك تقولين هذا، تقولي الكلام ده. قال والذي بعث محمدا بالحق لو استطعت أن أدخلها واقفا لفعلت، أنا هعمل تاني وتالت ورابع وخامس حلقات ما أخش واقف، لم يغيره المعدن. سيدنا عمر لما بقى أمير المؤمنين وكان راكب على الدابة بتاعته وماشي، ونادت عليه الست نزلته من على الحمارة وقالت له تعالى، كانش فيه بقى يعني ممكن يقول حمر سيدس، لان ما كانش فيه مرسيدس زمان وبتاع، فبرضه عشان الاعلام والناس ما يقولكش ده كان سيدنا عمر وركب حمر. فلما نزل بقى قالت له يا عمر يا من كنت وضيعا فرفعك الله، كنت فقيرا فاغناك الله، يا نهار ابيض يا من كنت. سيدنا عمر مطقطق راسه كده وسامع ايه ده. فقالوا له من هي تلك المراه التي راينا ذلك بين يديها؟ لما صدقوا لقوا حاجه بقى يمسكوا منها، ايه مين الست دي اللي انت مسدول قدامها كده؟ قال ولو استوقفتني حتى الصباح لوقفت، ما تركتها الا للصلاه ثم رجعت. اتدرون من هي؟ انها امراه سمع الله كلامها من فوق 7 سماوات، افيسمع الله لها ولا يسمع لها عمر؟ ايه ده بقى اللي هي بتاعت سوره المجادله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. شوف المعدن ما تغيرش، بقى أمير المؤمنين اتغير ما تغيرش. ليه؟ لأن مال حلال ما تغيرش. يقدموا له الأكل، مش عارف البوصلة رحم الصبح على سيدنا عمر، يقدموا له الأكل، ما يحبش حد ينخل له الأكل، يروح مرة عند ابنه ف
فيدوق الاكل كده فلاقي طعمه حلو قوي، فبقول له ايه ده يا عبد الله انت منين اكل ايه ده؟ قال له والله يعني الظروف ضيقه حبتين، وانا عارفك انت بتحب السمنه دي، فانا حاولت اعمل اخلط مادتين على بعض، زيت وحاجه كمان عشان اديك نفس الطعم ما تحسش بالفرق. فتركه ولم ياكل. قال ما منعك ان تاكل؟ قال هذان صنفان اختلط بعضهما ببعض ما اكلهما رسول الله حتى مات، افياكلهما عمر؟ لا تجمع بينهما في طعامك ابدا. فما فعلها ابن عمر حتى مات. ايه ده بقى؟ لم يغيره ماذا؟ ده ما غيرهمش. كلام ده ما غيرهمش. يقول احد الصحابة حاجته مع عمر فما ضرب له شيء، تعملوش حاجة، كان يعيش كعامة الناس. سيدنا عمر، سيدنا عمر، شوف، دخلت عليه ابنته حفصة. انا قلت لكم البوصلة راحت على سيدنا عمر مش عارف ليه. دخلت عليه ابنته حفصة، ودي مين بقى؟ ده زوجة سيدنا النبي، وهو امير للمؤمنين. قالت له يا ابي ألا وسعت على نفسك في الطعام؟ وسع شوية. ألا ننخل لك الدقيق؟ ألا تأكل سمنا كنت تحبه أيام رسول الله؟ كانت بطنه وجعها شوية، عنده شوية حموضة، والحموضة سببها إن كان حصل سنة مجاعة كده، فهو كان بياكل السمنة، يحب ياكل السمنة. فلما السمنة دي قلت، قال لغلامه لا ادينا زيت كما يأكل الناس. فلما بقى ياكل الزيت فبقى يعمل له حموضة، حامض وحرقان في معدته. فقال له يا أخي يعني اوقد عليه نارا، يعني طيبه سويه في النار شوية عشان ولع لي قلبي. قال ألا أتيك بسمن؟ قال لا، حتى يأكلها عامة الناس جميعا. فلما علمت حفصة جاءته تخبره، أنت مش عارف أنت مين، أنت مش عارف أنت مين، ده أنت القرآن كان بينزل برأيك، ده أنت عمر، ده أنت عمر اللي النبي قال لو كان نبي بعدي لكان عمر، أنت مش عارف أنت مين. ألا تدري من أنت يا أبي؟ فضل يسمع. قال طب إيه طلبك؟ قالت ألا ننخل لك الدقيق بدل ما تاكله ناشف، بدل ما بطنك تقرقر كده وتقعد تزق فيها تقول لها قري أو لا تقري، قرقري ولا ما تقرقريش، مش هديكي حاجة مش موجودة مع الفقراء، مش هدالك. إيه ده؟ فبتقول له لا يعني انت اولى بذلك وانت مسؤول عن الناس، وجاء بقى تقول له ما كانت متعلمه بقى فاهمه. فسيدنا عمر سمع السيده حفصه وهي بتتكلم الكلام ده، فاخذ يذكرها بما كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم حتى بكت، ثم قال لها يا حفصه أيرضيك أن يأتي رب العالمين يوم القيامة فيدخل صاحبي في مسار ويدخلني في مسار غيرهما؟ قالت لا. قال هذا ما كان عليه صاحبي، ولن أسير مسيرا لم يسره أحد منهما حتى ألقاهما في الآخرة. عايزين نعدي سيدنا عمر. ثم بين لهم
أن الفارق بين الحلال والحرام شعرة دقيقة سماها الشبهة، قال إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، لعرضه ودينه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارم. ثم ضرب لهم مثالا يشرح لهم كيف يدخل الشيطان لهم. فلوس بتعمل إيه؟ الفلوس بتغير النفوس، خليك تتغير خالص وتتقلب، كل ما تكتر الفلوس كل ما الدنيا تتقلب كده عندك، وأحوالك تتغير، وصدقاتك تقل، ونفقاتك تقل، وزيارتك لأهلك تقل، وصلتك لرحمك تقل. نهار أبيض، هي الفلوس زادت أنا قللت ولا الأصل إيه؟ هو إيه الأصل؟ فقال لأنه بيفضل يأكل في المال ده ويملكه المال. في الأول هو بيملك المال، بعد شوية المال اللي بيملكه. تعالوا شوفوا الحديث تبع سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، بيقول هم كانوا قاعدين مع سيدنا النبي في مرة، فالنبي يقول لهم حديث رائع قوي، يقول لهم إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج لكم من بركات الأرض. أنت خايف من بركات؟ إزاي بركة وإزاي خايف؟ فقال رجل أويأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ فسكت رسول الله حتى ظننا أنه سينزل عليه، ثم قال أين، ثم جعل يمسح عن جبينه، يعني الملك نزل عليه سيدنا جبريل، ثم قال أين السائل؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال لا يأتي الخير إلا بالخير، وإن هذا المال خضرة حلوة، وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر، فإنها إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس فاجترت وثلطت وبالت ثم عادت فأكلت، وإن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه من حقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه من غير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. هو ده حالنا احنا بقى. المثل ده بيتكلم عليه، هضرب لكم بقى، أقول لك أشرح لك المثل وانت هتعرف. بيقول لهم المال ده خضرة حلوة، وده الحاجة الخضرة والحاجة الحلوة دايما تجذبك جذب كده، بس بيقول لهم كلما أنبت الربيع، انتوا عارفين الربيع لما بيجي بتبقى الزروع خضرة وحلوة وجميلة، والبتاع الحاجات الزروع اللي بياكلها البهايم بتبقى حلوة وجميلة وكده. فبيقول ان البهايم دي على صنفين، في صنف اسمه آكلة الخضر اللي هو متربي في وسط الريف، وفي صنف من البهايم متربي من الماشيه يعني متربيه في الصحراء. فاللي متربيه في الصحراء ما عندهاش الاخضر الجميل ده ولا الطعم ده، متعوده على الطعم الناشف الجاف على طول. فبيقول لو جابوا بهيمه من الصحراء حطوها في وسط الريف قرى وجابوها في وسط الزرع ده، فجابوا اتنين، واحدة من الصحراء وواحدة من الأرض، وراحوا أطلقوهم على فدان أرض ممتلئ بالزراعة في الربيع. قال الاتنين يدخلوا على الأكل، اللي بنت المكان تفضل تاكل نص بطن كويس وتملى نص بطنها التاني بأكل نص مضغ تمضغوش قوي، وبعدين تروح في الشمس بقى تستقبل الشمس وتقعد تعيد الاجترار، ودي من خصائص الماشية، تطلع اللي في بطنها وتعيد مضغه تاني وتستمتع بأكله. عارف انت لما كنا زمان نقعد في فوق السطوح ايام الفقر، لما نقعد في السطوح في الشمس وتجيب شوية لب وشوية مش عارف ايه حاجات كده بسيطة وتقعد تاكل وتستمتع كده بالأكلة والحاجات البسيطة دي،
دي بقى لما تعمل كده تشطر فتعيد المضغ فيحصل هضم، ينتهي الهضم فترجع تاكل تاني. التانية بقى مش فاهمة، عمالة تاكل أكل طري، فتاكل تاكل 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 لغاية ما يجي لها حاجة اسمها حبوط أو حبط. الحبوط ولا الحبط ده اللي هو الانتفاخ يعني في القولون بتاعها. فلما تنتفخ الأمعاء بتاعتها تفضل تنتفخ وهي عمالة تاكل مش دريانة لغاية لما تنفجر فتموت. فبقول لهم وإن هذا المال خضرات حلوة، وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر فإنها إذا امتدت خاسرتها. إلا آكلة الخضر أي الذي يأكل الحلال ولا يقبل إلا المال الحلال، الذي يتحرى الدقة في المال الحلال، الذي يملك المال ولا يملكه المال. أما الذي يملكه المال فإن هذا مثل تلك البعير التي تأكل حتى تنتفخ حبطا ثم تموت. وهذه حال أكثرنا، يجمع المال من حل ومن غير حل ويكثر في هذا المال ويأخذ ولا يشبع ولا يشبع ولا يشبع حتى يموت، حتى يلقى ربه يلقى ربه بهذه الذنوب وهذه الآثام، يلقى ربه بهذه الأموال التي جمعها من حرام في يوم طويل، في يوم حملهم فيه ثقيل. وإن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه من حقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه من غير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبيه الذي اصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أجمعين. هذه العلامات، الأماكن التي يسلك منها الشيطان إلى الإنسان في المال، يغير له معدنه. تغير معدنك وتكبرت على خلق الله، اعلم أن المال الذي يؤول إليك من حرام. طالما المعدن اتغير، طالما انت تحولت وتغيرت وبقيت شخص تاني، يبقى راجع مالك. انظر الى نفسك حينما كنت في فترة الفطرة، كم كنت رحيما، كم كنت ودودا، كم كنت حبوبا، كم كنت. طب دلوقتي شكلك عامل ازاي؟ امورك عاملة ايه؟ راجع نفسك، دخلك الشيطان. انظر إلى نفسك حينما لم يكن معك مال، كيف كنت؟ كيف كان حالك؟ زمان لما الناس كان عندها يقين عالي على الله سبحانه وتعالى، يقين جامد قوي، فكان عارف إن ربنا هيرزقه هيرزقه، فكان إذا جاءه الرزق كان زمان 5 جنيه 10 جنيه يا الفرح يا السرور يا السرور. فالمال إذا جاء إليه أدخل له السرور، مش أدخل له المسؤولية والحزن والقلق والأرق والحسابات. ليه؟ لأني ما كانش الشيطان بيدخل فيها. ده مسلك من مسالك الشيطان اسمه الحرص على المال. احنا كده أنهيناه، عايزين نتكلم بقى على الحرص على البقاء، لأن ده موضوع مهم قوي. شوف الشيطان لما بيدخل منه بيعمل فيك إيه. والشيطان لما بدأ في الدخول في الحرص على البقاء دخل لآدم، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكل منها. شوف بقى الشيطان عايزك تحافظ على البقاء، على بقائك، فتكون الحياة أحب إليك من الممات. ده الطبيعي، ده الطبيعي، عادي كل الناس عايزة تعيش. هو بيدخل منين بقى؟ فين المسالك اللي بيسلك فيها إليك ليجعلك تحرص على البقاء؟ إزاي بيعمل فيك كده؟ ده الموضوع اللي هنفتحه تاني نكمل فيه، وإحنا لسه في المسلك الثاني من مسالك الشيطان اللي هو الحرص. خدنا الحرص النافع وشرحناه بأقسامه، والحرص الفاجع قلنا 5. أول حاجة منهم كانت الحرص على المال، خلاص كلمنا فيها.
باقي بقى الحرص على البقاء، الحرص على الولد، الحرص على المعصية، الحرص على الجاه. دول محتاجين تفصيل، كل واحدة تاخد جمعة أو جمعتين أو ثلاثة حسب بقى ما ربنا يوفقنا فيها، لأن موضوعات كلها محتاجين نتعلمها فعلا عشان تبقى عارف إحنا فين على الخريطة. ده مهم جدا. نكتفي بهذا القدر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم من أراد بلادنا بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره ودمره تدميرا كما دمرت عادا وثمودا. اللهم من أراد بلادنا وديننا بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بلادنا وديننا بسوء فاجعل كيده في نحره ودمره تدميرا كما دمرت عادا وثمودا. اللهم ثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا، وأصلح أحوالنا، وأصلح بلادنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وأقم الصلاة. ذوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال، لنلقى رضا الله في كل حال. السلام عليكم، ودعكم لايك للفيديو واشتراككم في القناة تشجيعا لنا للمزيد من العطاء والتألق.